تزامنا مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي بدورته 28 COP28، أطلقت جامعة خورفكان بالتعاون مع جامعة أكستر البريطانية فعاليات برنامج نحن فن الممكن في مكتبة محمد بن راشد بإمارة دبي، وذلك بهدف تطوير مهارات الطلبة في إيجاد حلول ابتكارية مناسبة لمختلف التحديات البيئية ورفع الوعي بمختلف القضايا البيئية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لعدد كبير من طلبة المدارس والجامعات من دولة الإمارات والمملكة المتحدة للمشاركة في عرض أفكارهم الإبداعية لحماية الحياة البيولوجية في البحار والمحيطات ودفع عجلة التنمية المستدامة. هذا ويشارك في البرنامج نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الملهمة. البرنامج نحن الممكن we are the possible مهم جدا للجيل الجديد، فشوفوا هنا الجيل القديم يشترك بها، يعرفون شنو تحديات البيئة والاستدامة وأهمية الطاقة، أهمية المياه، العلوم البحرية. فنحن نطلع احنا انه كيف نحفز، كيف نثقف، كيف نفكر، كيف نخلي اللي حاضرين اليوم في هذا الاجتماع انه احنا بعد عندنا فرصة بيدينا نغير العالم، نحتفظ بالثروة اللي رب العالمين اعطانا اياها، انه نحمي البيئة. كيف نحميها؟ كيف نحمي الثروات الموجودة اللي عندنا، الثروات البحرية، الثروات الموجودة في الأرض؟ فالإيفنت هذا انه ساند نفس المسار، نفس الرؤية، نفس الرسالة مال الكوب 28 واللي بنتها دولة الإمارات العربية المتحدة.